بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ أكيد بتشجع كورة، والإنجليز ملوك الكورة. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، السبت الممتاز في الأسبوع 37 رسمياً ليفربول إلى الدوري الأوروبي بعد تعادل مخيب للأمال على ملعبه في الأنفيلد في بلس 90 1-1 مع أستون فيلا وفوز مانشستر يونايتد. إريك تين هاج على بروسموس خارج ملعبه ليصعد إلى المركز الرابع بعد فوز نيوكاسل على برايتون رسمياً. اتضح الأمر لنا جميعا وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان في الأسبوع 37، خلصت الحكاية وكل واحد عرف مكانه في الكرة في الكرة الإنجليزية. اوعى تقول كلوب خلص كرة مع ليفربول يا خواجة، كلوب عنده كتير، كلوب والله ما قصر، كلوب بقاله 5 سنين بينافس على أقوى دوريات العالم. حلقة قوية، حلقة نارية، وقبل ما نتكلم في حلقتنا عايزين نقول لقهوة الخواجة انزل دوس على لايك الجميل، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة ليصلك كل جديد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، رسميا ليفربول إلى الدوري الأوروبي بعد تعادله مع أستون فيلا وفوز مانشستر سيتي مانشستر يونايتد إريك تين هاج على بروسموس بملعبه 1-0، علشان كل حاجة تبقى معروفة تمامنا وكل واحد يعرف مركزه. وليفربول خامس، كلوب ما قصرش مع ليفربول، 5 سنين بتنافس على جميع دوريات العالم، اللعيبة استهلكت. ساديو ماني ما قصرش أكتر من عدم انسجام نونيز مع ليفربول، الإصابات كانت متحدية كلوب بطريقة كبيرة، شفنا تشامبرلين، شفنا نابي كايتا، شفنا ديجو ألكانتارا، شفنا إبراهيم كانوتي، شفنا فانتاي، ما عندوش البدلة الكف. على ليفربول كلوب أن يعيد حساباته ويظبط الفرقة في موسم جاي. ليفربول في الدوري الأوروبي اسأل أي خواجة وأي مشجع مصري يقول لك أنا بشجع ليفربول. في عز ما الدوري كان بيروح ليفربول كله بيدور على أرقام وإحصائيات محمد صلاح، كله عايز ليفربول يكسب عشان يصعد في دوري أبطال أوروبا. حتى لو ليفربول لعب في الدوري الأوروبي، الأندية القوية اللي هتنزل من دوري أبطال أوروبا عشان تلعب في الدوري الأوروبي هتزيد الموضوع متعة، ودايما بتشجع مو صلاح أيا كان. تعادل ليفربول نسانا الأسيست بتاع محمد صلاح وأرقامه القياسية في بلاس 90 لفيرمينيو، فيرمينيو اللي بيودع ليفربول في آخر مبارياته، وعلشان خير الختام ما قل ودل يا فيرمينيو أحرز هدف التعادل ليفربول في ملعب الأنفيلد. كان هتبقى يعني مش ناقص خسارة يعني، لا يعني انت خلاص انت بعد فوز نيوكاسل على برايتون هو بعيد بالمركز السادس وانت في المركز الخامس منفردك، بس ما كانش ينفع تخسر. لكن ختمها مسكية فيرمينيو عشان يحرز هدف التعادل، علشان جماهير الأنفيلد كلها تنسى دوري أبطال أوروبا وتشجع فيرمينيو وتشجع مو صلاح على أسيسته. جماهير بتشجع كورة، ودايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي، هو ده اللي عمله جماهير الأنفيلد. جماهير ليفربول دايما بيقولوا ليس تسير وحدك أبدا. وخلصت الحكاية، خلصت إمتى خواجة؟ في الأسبوع 37، في الأسبوع 37 لحد آخر نفس. يعني مانشستر سيتي إكلينيكيا خد الدوري، لكن لسه كل ده إكلينيكيا، كل ده أحلام، لكن على الورق لسه رسمي، لسه خد الدوري لسه، بس خلصانة بشياكة دوري الإنجليزي أقوى دوريات العالم في مدينة المانشستروية. بيبي جوارديولا المخترع الأول في كرة القدم، فوز مستحق لمانشستر سيتي بدوري الإنجليزي الأقوى في العالم، كل واحد واخد مكانه بمنتهى الأحقية في الدوري الإنجليزي. أرسنال مركز تاني يستحق، أرسنال مركز مايكل أرتيتا عمل موسم ولا أروع، ونقصه الخبرة والنفس الطويل للمنافسة على الدوري الإنجليزي. نيوكاسل المانبايز اي تي هاو موسم استثنائي، حجز المقعد الثالث في الدوري الإنجليزي عن استحقاق. مانشستر إريك تين هاج بعد ما خسر كل حاجة فاز بمقعد في دوري أبطال أوروبا. وليفربول كنا بنقول تاكل بإيدك تشبع، لكن ليس بالإمكان، أفضل مما كان
دايما جماهير ليفربول هتشجع ليفربول، ودايما جماهير مو صلاح هتشجع مو صلاح. محدش خد حاجة مش من حقه، كل واحد خد حقه في الكرة الإنجليزية. ورب الحلقة تكون عجبكم. رسميا ليفربول في دوري في الدوري الأوروبي زعلانين، بس هنعمل هي دي الكرة. رب الحلقة تكون عجبكم، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الخواجة. تحياتي أحمد الخواجة حبيبي.